قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن الهيئة ستؤمر القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية بحافلات أو مركبات السفريات الخارجية تقلهم إلى منازلهم وإمكانية دخولهم بسياراتهم بعد تعقيمها. وكانت الحكومة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمسافرين القادمين عبر المعابر البرية عبر رابط إلكتروني في منصة فيزيت جوردن، حيث تستأنف المعابر عملها لاستقبال المسافرين الخميس المقبل. كما دعت الحكومة المسافرين من الجنسيات المقيدة التسجيل مسبقا للحصول على الموافقة ومن ثم استكمال الدفع الإلكتروني. للحديث أكثر ينضم إلينا طارق عبيدات، مستشار وزير النقل لشؤون النقل البري. سيد عبيدات، حياك الله في قناة المملكة. عندما نبدأ بالحديث عن هذه المنصة والرابط الذي تم تفعيله من خلالها أستاذ عبيدات، نوضح معك الآلية والشروط التي ستتبع إبان هذا التسجيل. أستاذ، سعد مساكم ومساء كافة المشاهدين. حياك الله. احنا زي ما صرح عضو مدير عام الهيئة اليوم انه سيتم استئناف استقبال القادمين عبر المعابر البرية، وراح تشمل 3 معابر، جسر الشيخ حسين وجسر الملك حسين وحدود المدورة للقادمين من السعودية. المنصة البرية طبعا للتوضيح هي من اختصاص وزارة الداخلية. احنا كوزارة نقل وكهيئة تنظيم نقل بري معنيين في توفير وسائط النقل اللازمة لتوفير نقل القادمين عبر الـ3 مراكز اللي تم ذكرها كل إلى منزله. نعم. الآن بحب أعطي شوية جزئيات فيما يتعلق بمعبر الشيخ حسين. رح يتوفر وسائط نقل من تاكسي المعبر اللي هي كانت عاملة سابقا. إحنا أكيد زي ما أنتم تابعين وعارفين هاي من الأنماط اللي توقفت منذ بدء الجائحة، يعني لم تقم بالعمل نهائيا. فالآن هي فرصة إنها ترجع تزاول عملها وتخفف شوي من حجم الضرر اللي وقع عليها. راح يعمل تاكسي المعبر بكامل طاقته على معبر الشيخ حسين ويؤمن المواطنين من المعبر إلى أماكنهم سكنهم أو منازلهم. في جسر الملك حسين أيضا هنا كان في نمط متوقف برضه اللي هو سيارات سيرفيس جسر الملك حسين. ايضا سيارات سيرفيس جسر الملك حسين راح تعود لعملها وحسب التنسيق مع الاجهزه الامنيه المعنيه في اداره الجسور تم ترتيب هذا الموضوع. فيما يخص حدود المدوره، يوجد ترتيب لتامين حافلات لنقل القادمين من الحدود السعوديه لحدود المدوره الاردنيه. بعد ما يوصلوا بامكانهم انهم يستقلوا اما حافلات والوصول للاماكن اللي بدهم اياها او سيارات السرافيس السفريات الخارجيه. وسيارات السفريات الخارجية برجع بأكد أنه برضو هي متوقف عن العمل منذ بدء الجائحة نظرا لإغلاق الحدود. طيب أستاذ عبيدات، عندما تتحدث عن هذه المعلومات لمحت من كلامك بأنه فقط المعابر على الحدود الجنوبية للأردن، ماذا عن المعابر الأخرى؟ وعندما تحدثت بأنه تأمين سفريات وتأمين تكاسي وغيرها من الأمور التي أعلم بها أكثر مني، لابد بأنه نركز بأنه أيضا من تحت اختصاصكم أو من اختصاص حضرتكم بأنه أيضا الشكل الطبي والصحي والإشراف عليه، فكيف سيكون المعابر الأخرى وكيف سيكون هناك الشروط والتجهيزات طبيا وصحيا على هذه المعابر؟ يعني برجع بأكد أنه المعابر يعني هاي جزئية تتعلق بوزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بالإجراءات الصحية فإحنا من بدء الجائحة وإحنا مشرفين على موضوع النقل، والحمد لله كان في التزام تام من كافة وسائط النقل وشركات النقل بالإجراءات الصحية الوقائية. بحب أذكر جزء منها، على سبيل المثال توفير الحاجز الجيلاتيني ما بين السائقين والركاب من جهة، الالتزام بلبس الأفرهول الطبي والكمامات والقفازات وتوفير وسائل التعقيم للركاب في مدخل الحافلات، اتباع البروتوكول الصحي بشكل كامل من قبل السائقين والركاب، أيضا عملية تعقيم وسائط النقل قبل البدء بالتحميل وبعد الانتهاء منه. فإحنا متبعين الإجراء والبروتوكول الصحي بشكل كامل بحيث نضمن إن شاء الله عدم انتشار هذا الفيروس والحد من انتشاره ما أمكن. طيب نتحدث عن البروتوكول الصحي أستاذ عبيدات، يعني هل ستكون هناك آلية حجر معينة للقادمين أيضا للسائقين
توضيح من حضرتك لو سمحت. هلا ذكرت قبل شوي انا انه يعني سائقين ملتزمين التزام تام بالفصل ما بينهم وبين الركاب من جهه، وبارتداء الافرهولات والقفازات بشكل كامل. احنا من تجاربنا السابقه ومن عمليات النقل اللي اجريناها، سواء كانت من استقبال قادمين او اخلاء المحجورين اللي كانوا ينحجروا بحجر مؤسسي، الحمد لله ما كان عندنا اي حالات، وضمننا من خلال متابعتنا ومن خلال التزام شركات النقل اللي دائما بنشكرها على تعاونها الدائم، وضمننا انه الحمد لله ما كان في عندنا اي حاله تم نقلها. طيب، عندما تحدثنا في خبرنا استاذ عبادات، يعني لابد بانه اعود لسؤالي الاول لا استطيع بانه تخطيه، يعني في خبرنا الهيئه ستؤمن القادمين عبر المنافذ الحدوديه البريه. لماذا، أعيد وأكرر سؤالي، لماذا على الحدود الجنوبية وتم تهميش الحدود والمعابر الأخرى؟ وقلت بأنه من اختصاص وزارة الداخلية، طب لماذا هذه المعابر تم فتحها الآن ومن اختصاصكم أنتم؟ هي ستي كل المعابر من اختصاص وزارة الداخلية، ولكن بعد عقد العديد من الاجتماعات وصلوا لتوافق من كافة الجهات بفتح هاي المعابر. أيضا المعابر لم يتم تهميشها وسيكون في آلية، ولكن كمرحلة أولية راح يتم البدء بهذه الثلاث معابر ويتم إعادة التقييم طبعا بعد مرور فترة من الزمن. نعم، إذا طارق عبيدات مستشار وزير النقل لشؤون النقل البري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.